انا اشمان مودي كنسكن في عمل عين السباحه المحمدي ساكنه دوار بوي. انا اللي بغيت نوصل، انا خرجت من واحد المنشف مده 3 سنوات وندمج مع المجتمع، ودابا شي رجال الامن اللي جاو داو الاخ ديالي من الدار سولوا عليا وانا ما كندير والو. انا جمعت راسي صافي شبش، ما بقيتش باغي ندير حتى شي حاجه، ما بقيتش متجهل شي طريق ديال السرقات. انا كاش كنشفر كان عقلي باقي صغير، وانا بغيت نشوف، بغيت نجمع راسي. انا منين في السجن حصلت على واحد جوج ديبلومات من الرعايه اللاحقه وبغيت نشوف، ودابا انا في السيفيل وكن راسي ما هانيش. انا راه المهم الصراحه عشان انا الام ديالي هي اللي كتصرف عليا، الام ديالي الله يسمح لي منك تصرف عليا وكتقول لي ما تمشيش الاتجاه ديال الحبس. وبغيت نتجه في السيمانه ان شاء الله بغيت نتجه الامارات، ما نخدم في حد ريستوره، وخايف نوقع في شي موقف في المطار على حساب شي بلان ولا شي حاجه، ولا بغيو يقلبوا لي على شي مونشيف، وانا ما بقيتش كندير والو. انا متاكد من راسي ونحلف القران الكريم والله ما بقيتش كندير شي حاجه. انا جمعت راسي انا صافي، كاش كندير بزاف ديال السرقات وهادي، ولكن راه تبش راجعت نفسي وعرفت راسي غادي في حد الطريق ديال الغلط وهادي، وراجعت نفسي بغيت نمشي فواحد المسير زوين، حيت غلطت، ماشي ما غلطتش، غلطت والله يسمح لي من ديال الناس وهادي، وانا بغيت نمشي فشي مسير زوين وبغي نقود راسي محقني باقي صغير. بغيت نسافر وخايف يوقع لي شي مشكل في المطار وهادي، هذا هو المشكل. ودابا ولات واحد الحمله، ودابا داير الحراسه في الساكنه اللي ساكن فيها انا، وخايف على راسي انا. وليت دربنا ما بقيتش كنعمر فيه، وليت كنعمر في قناه اخرين على حسابي، نولي هذيك اللعبه متجهين مساطح معاهم. وانا كنطلب من المسؤولين اللي كانوا كيتصنتوا، انا متاكد من راسي ونحلف الجامع والقران السين حيزب، بغيت شي يخرج ليا في صحتي والله ما بقيتش كندير شي حاجه. وبغيت نقود راسي محقني باقي صغير، وبغيت نتزوج، وباغي ندير شي حاجه، انا باغي نوصل شي حاجه اللي بغيت نوصل لها انا. المغرب باش نقول لك حتى هو راه فيه الخدمه المغرب، ولكن واحد الخدمه تعرضاش عليا، بغيت نشوف شنو هو كاين، نقلب على زهريش انا ونشوف مربانا تكون هذيك اللي غتوصلني شي حاجه اللي بغيت انا ان شاء الله. ديراج يشوفوك لابس زوين كيقولوا هذا منين لبس، منين جات شي، منين جات شي منين. انا اصلا عارف راسي ما بقيتش كندير حتى شي حاجه، ودي البنادم انا بعدت منه. ولا هذيك تعرضات عليا شي خدمه في المغرب راه نخدمها، شي خدمه تكون شي زوينه شريفه هادي راه نخدمها، راه انا ما بقيتش باغي، وليت باغي شي حاجه نكافع عليها نجيبها بكشاف صافي ديال الناس. انا اصلا نيس منه ما بقيتش باغي ديال الناس، باغي نتزوج ضروري، باغي ندير وليدات، باغي نبني المستقبل ديالي، وباغي نمشي فواحد المصير اللي يكون زوين، حيت انا ملي كنت باقي صغير كطيش، راه كيما كنقولوا حنا الطيشه، كنت مرافق مع شي دراري شي اصدقاء اللي هما متجهين السرقات وهادي، كنت متجه معاهم وانا كنت باقي صغير. ولكن ملي بنادم كيكبر راه كيبدا يبدل العقليه ديالو. انا العقليه ديالي دابا راه كنت كنشوف هذيك الطريق راه غادا في الخاوي وهادي، كنا نديو بورطابل دير 20000 ريال كنضربوا عليه 3 سنوات ديال الحبس، كنعذبوا معنا والدينا وهادي. ولكن دابا الحمد لله انا راه تبش وجمعت راسي وراجعت نفسي وراجعت الاوراق ديالي، بغيت نتجه فشي مصير زوين. انا باغي الحلال، الحلال، وباغي نمشي في هذاك المصير ديال الحلال، باغي نمشي فيه نكون مصفي ونكون غادي في الطريق اللي زوين. باغي نعاون والدي شاي، الام ديالي شاي مسكينه كافحاش علينا وبزاف مسكين، بغيت نعاونها شاي ونبين لها راه ولدها انا راه راجل، انا راه قادر ندير اي حاجه على قبلك الام ديالي. وهادشي اللي كاين، وكنطلب كاع من المستمعين اللي عنده شي خدمه وهادي بغاني ديبلاسمون معاه نخدم معاه وهادي، راه انا عندي جوج ديبلومات عندي ديال الترصيص الصحي كنصاوب داكشي ديال الشوفواش لافافو لاشاس، وعندي ديال التريسيان.